يعطيك العافية. اليوم راح ناخذ التطبيق الأول من الجزء الثاني بدورتنا اللي هو كيف بدنا نعمل شعار أو لوجو. طبعا لحتى تعمل شعار حلو شعار مرتب يعني هالإشي بيعتمد على فكرة معينة براسك. كيف يعني؟ مثلا جيب اسم شركتك مع صورة معينة بترمز للمنتج اللي بتقدمه شركتك، ركبهم طريقة معينة بيطلع عندك شعار مرتب. مثلا شركة ال جي ايش عملت؟ حرف ال بالنص اللي هو أول حرف من اسم الشركة، بعدين الجي حوالي ال، بعدين نقطة بالنص، جمعهم كلهم مع بعض بطلع عندك وجه. اشي حلو كتير. بدنا نشتغل هذا اللوجو. ايش بعمل؟ بفتح على الفوتوشوب، فايل، نيو فايل، كنترول ان، بدي العرض 800 بيكسل والهاي 800 بيكسل، وهي اوكي. بترك الباك جراوند زي ما هي، بفتح لاير جديدة من هون، بكبس كبسين على لاير 1 عشان اعدل اسمها، بدي اسميها مثلا بيج سيركل يعني دائرة كبيرة. بعدين بروح على اشارة او اداة الدائرة المنقطة، هي بالاساس كانت مربع منقط، بكبس على المربع المنقط رايت كليك، بعدين بختار الدائرة المنقطة، بعدين زي ما تعلمنا برسم دائرة مع شيفت لحتى تكون متناسقة تطلع دائرة 100%، دائرة كبيرة هيك عملنا. حاليا احنا ما عملنا دائرة، بس عملنا تحديد للدائرة، بس بدنا نعبيها. كيف بدنا نعبيها؟ بختار اداة الدلو، اداة الدلو هون بتكون، تمام. هيها ايش بدي اعبيها؟ بدي اختار اللون يكون الخاص بشعار الجي اللي هو تقريبا هون قريب من هذا اللون، بس الكود تبعه ايه 1024 بالاخر 7، ايه 1024 وبالاخر 7 اكتب. هي اوكي. باداة الدلو بتأكد اني معين على البيك سيركل، بعدين بعبي الدائرة، عبيناها 100%. هسا ايش بدي اعمل؟ من خلال الدائرة المنقطة بكبس على النص لحتى يروح التحديد اللي كان حوالي الدائرة. هسا ايش بدي اعمل؟ بدي افتح لاير جديدة من هون، بكبس كبسة عليها او كبستين، بدي اسميها لايت، تمام. بدي اعمل لمعة برضو، بعمل دائرة بخليها على شكل بويضة، تمام. ايش هسه بدي اعمل؟ بدي اداة الدلو اكبس رايت كليك عليها، بعدين على الجريدينت تول، تمام. اداة الدلو رايت كليك، بعدين جريدينت تول. هسه الالوان هون انا عندي بدي اخلي اللون الفوقاني ابيض واللون التحتاني كمان ابيض، تأكدوا انه اللونين يكونوا ابيض. بعدين بكبس رايت كليك، بتأكد اني انا مختار هاي الاداة او هاي الستايل من ابيض لشفاف. اذا ما لقيت هاي الستايلات عندك تكبس على اشارة السيتنج، بعدين ريسيت جريدينت، هاي اوكي. تختار الخيار الثاني، ماشي، من ابيض لشفاف، حلو. هس ايش بدي اعمل؟ بدي انزل من فوق لتحت، من فوق لتحت، بتأكد اني بلاير اللايت 100%. كيف بدي اشيل التحديد؟ هسه بالدائرة المنقطة بكبس النص. هس بجيب المؤشر، بدي اتحكم بهاي الدائرة. ايش بدي اعمل؟ بتأكد اني انا كبس اللايت، بعدين كنترول تي، بدي اميلها هيك 100%، برفعها شوي لفوق، حلو كثير. هسا بكبس على الصح. هسا ايش بدي اعمل؟ بدل ما تكون خاصيتها نورمال اللايت، بدي اخليه اوفرلاي، تمام. وبدي اخلي الشفافية تبعته مثلا 50%، حلو كثير. هسا بدي افتح لاير جديدة، بدي اسميها حرف جي، تمام. بدي ارسم جي، بروح على الدائرة المنقطة، بعمل دائرة كبيرة شوي، تمام، لا صغيرة هاي شوي، ايوه هاي حرف جي، عفوا
عفوا هيعمل لنا دائرة. بعدين بدي اكبس رايت كليك، تمام رايت كليك، بيطلع لي خيار اسمه ستروك. ايش بدي اعمل هون؟ بدي اخلي الويت 14 بكسل، بدي اخلي الكلر ابيض، الويت 14 بكسل والكلر يكون ابيض، هي اوكي 100%. هسا بشيل التحديد كبسه على الشاشه او دي سيلكت، هي دي سيلكت نفس الشيء. تمام، هسا ايش بدي اعمل؟ بدي اجيب المحاي، تمام بكبس رايت كليك، بختار المحاي هاي، بعطيها سايز 27 مثلا، ماشي. هسا بتاكد اني كابس على رج جي، بعدين بمحي من فوق من النص الفوقاني، تمام 100%، ومن النص تبع اليمين، حلو كثير. هسا بدي امحي المساحة هاي اللي عملناها، حلو كثير. هسا ايش بدي اعمل؟ بدي افتح لير جديدة، وبدي اسميها مثلا وايت لاين، خط ابيض، تمام. بدي اروح على المربع المنقط، بعدين بدي اعمل زي المستطيل، بس بدي يكون رفيع شوي 100%. هسه بختار اداة الدلو، يكون لون ابيض، بعدين بعبي المستطيل التحديد اللي عملناه، عبيته هيك 100%. كيف بدي اشيل التحديد زي ما تعلمنا؟ مربع المنقط بكبس، لاحظوا انه الخط زايح شوي عن اليمين، من المؤشر بزيحه بالاسهم على الشمال شوي، هيك صار الوضع تمام كثير. هسا ايش بدي اعمل؟ دون ما افتح لير جديدة، بروح على التي على التكست، بعدين بدي اكتب حرف الكابيتال، تمام الكابيتال. ايش بدي اعمل بالكابيتال؟ بدي اكبر الخط شوي، او بدون ما اكبر الخط شو بدي اعمل؟ بنزل ال تحت، تمام كبر الخط شوي، كبستين جوا الصندوق تبع ال، بدي اخلي الخط 220 بوينت، تمام نوعه مايكروسوفت. هسا ايش بدي اعمل؟ بتاكد اني كابس على ال، على ال معينها، بعدين كنترول تي، بدون ما اكبس شيفت من فوق بدي ارفعها، حلو كثير هيك اتوقع. بنزلها لتحت شوي، تمام. احنا ما رح نعمل شعار 100% لانه مش معروض قدامي، هي صح، بس انا بعمل اشي تقريبي له. عملنا حرف ال. هسا بدي افتح لاير جديدة، بكبس كبسين عليها، بدي اسميها اي. الاي ايش بدي اعمل فيها؟ دائرة المنقطة بعمل مع شيفت، طبعا بزيحها شوي على الشمال، او بدي اكبرها شوي الدائرة، ايوه هيك ممتاز، عفوا ايوه هيك ممتاز. هسا ايش بدي اعمل؟ من خلال اداة الدلو بعبي الاي اللي معين انا عليها بلون ابيض، بعدين بشيل التحديد، حلو كثير. هسا بدي اعمل حركة حلوة كثير، ايش هي؟ بدي افتح دايرة جديدة، بكبس كبسين عليها، بدي اسميها all layers. بس قبل ما اعمل الحركة هاي بدي اوضح لكم شغلة بسيطة. هسا الاي مفصولة عن باقي اللايرات اللي احنا عاملينها، الاي مفصولة والال مفصولة، شايفين؟ هاي العين وظيفتها انها تخفي اللاير، بعدين ترد ترجعها. الوايت لاين مفصول، حرف الجي مفصول، اللايت مفصول، كل شيء مفصول عن الثاني. هسا انا ايش بدي اعمل؟ بدي اعمل شادو، شادو للملامح الجوانية اللي هو حرف الجي والال والدائرة. بدل ما اقعد اعمل شادو لكل لاير، لا بدي ادمجهم كلهم مرة واحدة، اعملهم شادو، تمام. هسا ايش بدي اعمل؟ الاي بكبس كنترول، اول شيء بعين على الاول لايرز، بعدين كنترول بحدد الاي والال والوايت لاين
والجي. تمام، بكبس كنترول بعين على الاول لايرز وعلى الاي وعلى ال والوايت لاين والجي بدون اللايت وبدون البيج سيركل. تمام، هسه بكبس رايت كليك على الاول لايرز بعدين بكبس على الميرج لايرز، يعني ادمج لي اللايرات وخلي لي اياهم بلاير واحده، بستغني عن الحركه هاي بكنترول اي. بس انا بدي اكبس مثلا ميرج لايرز، ايوه دمجناهم كلهم، شايفين صار قطعه واحده هسه. حلو، هسه بعطيهم ظل اف اكس دروب شادو 100%، هاي اوكي، درسنا هيك خلص، يعطيكم الف عافيه.